بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد نور على الدرب. ضيف ليلتنا هذه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أول أسئلة هذه الحلقة سؤال من الأخت عين لام راء، تقول: هل يجوز وضع الصحف والمجلات التي فيها ذكر الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون بها أحاديث أو آيات، هل يجوز وضعها في كيس معزول ثم وضعها في سلة القمامة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه يجب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى واحترام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. كلام أهل العلم يجب احترام ذلك كله، فإذا وجد في الصحف شيء من ذلك فإنه يجب قصه من الصحيفة، إذا أريد إلقاؤها وامتهانها يقص هذا من الصحيفة ثم يحرق أو يوضع في مكان طاهر. أما وضعه في القمامة أو في كيس معزول وداخل القمامة فهذا فيه امتهان لأسماء الله وصفاته وآياته وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وفتاوى أهل العلم، فلا يكفي أنه يوضع في كيس ويوضع في سلة القمامة، بل يرفع في مكان أو يحرق أو يدفن في أرض طاهرة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل عبد الله ميم يقول: ما المراد بقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن فرق الأمة: كلها في النار إلا واحدة، وما الواحدة؟ وهل الاثنتان والسبعون فرقة كلهم خالدون في النار على حكم المشرك أم ماذا؟ أفتونا مأجورين. الواحدة التي تنجو من النار وتسمى بالفرقة الناجية بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها في الحديث، فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، الذين ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته، هؤلاء هم الفرقة الناجية من النار لأنهم تمسكوا بالحق وساروا عليه. وأما الفرق المخالفة فكلها في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجودها في النار يتفاوت، فمن كانت بدعته ومخالفته مكفرة فإنه يكون خالدا في النار مع الكافرين، ومن كانت مخالفته غير مكفرة فإنه يكون في النار بقدر ما يشاء الله سبحانه وتعالى من تعذيبه، ثم يخرج من النار بإيمانه وتوحيده ولا يخلد فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الآخر: هل تعد الصلاة من الثانية عشرة إلى الواحدة ليلا من قيام الليل الأخير؟ وهل لها أجر مثل أجر القيام قبل الفجر بساعة أو أقل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قيام الليل ليس له حد محدد من الركعات، بل على المسلم أن يصلي ما تيسر له ويختم ذلك بالوتر، ويجوز قيام الليل في كل الليل من أوله أو وسطه أو آخره، ولكن الأفضل أن يؤخره إلى آخر الليل، إلى الثلث الأخير من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا حضر المسلم هذا الوقت المبارك ودعا ربه واستغفره وتاب إليه وصلى ما تيسر له، فإنه حري أن يحصل على هذا الوعد الكريم من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل ما تأخر قيام الليل إلى الثلث الأخير من الليل إلى قبل طلوع الفجر فهذا أفضل. الثلث الأخير كله سواء شيخ؟ كله سواء، وكل ما تأخر إلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ورده إلى السحر، فكل ما تأخر إلى آخر الليل فهو أفضل.
لكن الفضيلة تبدأ من أول ثلث الليل الأخير، من أول ثلث الليل الأخير. كيف يكون حسابه؟ من المغرب إلى الفجر مثلا؟ حسابه من المغرب إلى الفجر يقسم ثلاثة أقسام، المدة التي بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسم ثلاثة أقسام، والقسم الأخير منها هو الثلث الأخير. نعم. أحسن الله إليكم. السائل علي بن إبراهيم من الرياض يقول: اختلفت مع بعض جلسائي في قول الله تعالى عن لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة، فهو يقول إنما كان ذلك جذعا ليس له رأس، وأنا أقول بل كان نخلة كسائر النخل، فما الصواب في الآية الكريمة جزاكم الله خيرا؟ ظاهر الآية أنها نخلة متكاملة وأن فيها رطب يعني تمر، ولا يكون ذلك إلا في نخلة متكاملة وحية، هذا هو الظاهر من الآية. نعم. مع أن الجدال في هذا ليس تحته طائل، الجدال في مثل هذا ليس تحته طائل. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة تقول: أريد أن أجاهد في سبيل الله، وسؤالها: هل يجوز أن تذهب ولو دون موافقة من وليها كأبيها أو أخيها أو زوجها؟ وهل عليها إثم إذا تركت وراءها أولادا دون من يكفلهم؟ أفتونا مأجورين. هذا سؤال سائلة رمزت إلى اسمها بالحرف غين من القصيم. لا يجوز لها أن تخرج للجهاد ولا لغيره إلا بإذن زوجها وإذن والديها، لأن حقوقهم مقدمة، والجهاد إنما هو سنة، الجهاد سنة في حقها. إذا توفرت الشروط، كان معها محرم وكان الجيش بحاجة إليها تداوي الجرحى وتمرض المرضى وتسقيهم الماء ونحو ذلك، فهذا من جهاد المرأة كما فعلت بعض الصحابيات. أما إذا ترتب على خروجها معصية زوجها ومعصية والديها أو تضييع أولادها فإنها غير مأجورة في هذا الخروج، ولكن إذا بقيت عند أولادها تربيهم، وعند زوجها تطيعه في حقوقه عليها، وعند والديها تبر بهم وتحسن إليهم، فهذا أفضل في حقها من الجهاد، بل هو نوع من الجهاد. قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاءه يستأذنه الخروج في الجهاد: قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وتؤجر على نيتها، هذا يدل على نية طيبة من هذه المرأة، فتؤجر على نيتها أنها لو تمكنت وزالت عنها الموانع أنها تخرج للجهاد في سبيل الله، فيكتب لها الأجر بما نوت. نعم. أحيانا فضيلة الشيخ يكون هناك مشاعر مشبوبة لبعض العبادات التي لا يقدر عليها المرء، فهل يمكن أن يصرف ذلك إلى عبادات أخرى يقدر عليها بدلا أن يتحسر على ما فاته؟ نعم. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الذي لا يستطيعه الإنسان يعدل عنه إلى ما يستطيع من العبادات، بقصد أن لا يضيع ذلك الشعور، يعني الرغبة في العبادة. الرغبة يؤجر على رغبته ويؤجر على نيته، الحمد لله، لأنه لولا المانع لفعل هذه العبادة، فيؤجر على نيته. مثل المريض الذي يكتب له أجر من يقوم الليل، وأجر من يجاهد في سبيل الله إذا حبسه العذر عن الخروج الجهاد في سبيل الله، يكتب له أجر المجاهدين، ويكون مع المجاهدين بنيته وعزمه وقصده. وإذا كان من عادته أنه يقوم الليل لكن المرض أقعده عن ذلك، فإنه يكتب له أجر القائم بنيته. أنا. الحمد لله. السائلة لام ميم تقول: ولدت امرأة طفلا، وبعد أيام قليلة توفي ذلك الطفل، فتقول: هل يجوز لي أن أخرج من صدري ذلك الحليب وأسكبه في مغاسل أو نحوها، لأني ليس عندي من يشربه؟ ثم هل إذا أعطيته طفلا ليس لي ليشربه في قارورة الحليب يكون ابنا لي من الرضاع؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الحليب يضايقها فلها أن تخرجه، فإن كان هناك من يحتاج إليه من الأطفال فإنها تسقيه إياه، ويكون ابنا لها من الرضاع. إذا شرب من لبنها 5 مصات فأكثر، إنه يكون ابنا لها، سواء امتصه من الثدي أو شربه من الرضاعة أو الكوب أو غير ذلك، يكون ابنا لها من الرضاعة. وإذا لم تجد من يحتاج إليه فلا بأس أن تسكبه.
نعم يشترط موضع معين كأن يكون موضعا غير مهان. نعم تضعه في مكان طاهر، تضعه في مكان طاهر. نعم جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: ما حكم مصافحة المرأة المسلمة للمرأة الكافرة وكذلك مصافحة الرجل المسلم للرجل الكافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وقال إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فأمرنا بالرد إذا سلموا علينا، ولكنه نهانا عن البداء، فلا نبدأهم بالسلام، لا مصافحة ولا غير مصافحة. نعم. السائلة لام عين تقول: زوجي يضربني ويسكر ويشرب الدخان ويسهر خارج المنزل مع أصحاب السوء، وربما سهر معهم في المنزل، فإذا كانوا في منزلي أقفل على نفسي وأولادي الغرفة خوفا منهم، فماذا أفعل؟ هل يجوز لي طلب الطلاق منه؟ فإني لا أطيق العيش معه، وأذكر الوعيد للزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها، أفتوني جزاكم الله خير. نعم، مثل هذا الزوج الذي يشرب المسكر ويسهر الليل مع الفسقة ويخشى منه الشر، لها أن تطلب الطلاق والمفارقة منه، لأن بقاءها عنده ضرر عليها وتخاف منه السوء، فلها أن تطلب الطلاق ويرزقها الله أحسن منه إن شاء الله. ولا تدخل في الحديث أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس أحرام عليها رائحة الجنة أو كما جاء، لأن هذه سألته لسبب ومبرر، إنما الوعيد في حق امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير سبب ومن غير داع لطلب الطلاق. نعم. هل يكون فقد المودة نحو الزوج أو نحو الزوجة سببا مباحا لطلب الطلاق؟ المودة قد تزول في وقت معين ثم تعود، يكون هناك سبب أو مانع من المودة، فإذا زال هذا السبب أو هذا المانع عادت المودة، فعلى من ابتلي بشيء من عدم المودة هل لا يستعجل وينتظر زوال هذا المانع. نعم. فإن انتهى بذلك إلى عدم المودة فهو سبب إذا استمر أنه لا ليس بينهما مودة فالمفارقة أحسن، قوله تعالى وقوله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا كان الزوج لا يحب الزوجة واستمر هذا معه ففراقه لها أحسن، لتجد زوجا آخر فيه مودة، أو كان بالعكس الزوجة لا تود زوجها فلها أن تفتدي منه، لها أن تبذل المال في الخلاص منه، وهذا ما يسمى بالخلع. قوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا كانت تخشى أن لا تقيم حقوق الزوجية معه لبغضها له فلها أن تطلب المخالعة وتبذل له العوض حتى يخالعها. نعم. السائلة نوف عين من عنيزة تقول: بماذا تنصحون النساء اللاتي يذهبن إلى المسجد للصلاة أو لسماع المحاضرة بأطفالهن؟ فقد يجد المصلون والمصليات من إزعاج الأطفال والعبث في المسجد وتخطي الرقاب ما يشغلهم عن صلاتهم، جزاكم الله خيرا. هذا أمر ممنوع في المسجد، إذا كان الأطفال يسيئون الأدب بالنسبة للمسجد أو بالنسبة للمصلين ويحصل منهم أذى فلا تذهب بهم والدتهم إلى المسجد، بل تبقى معهم في البيت وتصلي في البيت. وأما سماع المحاضرة فاليوم الحمد لله بالإمكان استماعها إما بواسطة مكبر الصوت وإما بواسطة الأشرطة التي تسجل هذه المحاضرات النافعة، وهي موجودة ومبذولة ولله الحمد. نعم. السائل ميم طاء من جدة يقول: لقد قرأت في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أريد معرفة معنى هذه الآية الكريمة وخاصة معنى الورود، وكذا قوله تعالى: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أرجو توضيح المعنى جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه الآية هي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها عن النار، مراد بالورود المرور على الصراط، المرور على الصراط يمر عليه كل الخلائق المؤمنون والكفار، أما المؤمنون فينجيهم الله جل وعلا بأعمالهم، تسير بهم أعمالهم فوق الصراط فينجيهم الله بذلك، وأما الكفار فيسقطون في جهنم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وأما قوله تعالى:
عن مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذا لما جاءها الملك في صورة رجل وهي في مصلاها الذي اعتزلت فيه عن الناس وتخلت بربها سبحانه وتعالى للعبادة، جاءها جبريل في صورة رجل بأمر الله سبحانه وتعالى لينفخ فيها المسيح عليه السلام بأمر الله جل وعلا. فهي نفرت من ذلك وظنت أن هذا رجل عادي يريدها بسوء ويريد عرضها، فغارت من ذلك واستعاذت بالله منه، لجأت إلى الله جل وعلا أن يحميها منه. فبين لها جبريل عليه السلام أنه رسول من عند الله عز وجل، أن الله أرسله إليها ليهب لها غلاما زكيا. بين لها المهمة التي جاء من أجلها وأنه ما جاء من أجل السوء أو من أجل فعل الفاحشة بها كما ظنت في أول الأمر، فعند ذلك سلمت الأمر لله سبحانه وتعالى وكان ما كان من أمر الله عز وجل. نعم. قولها إن كنت تقيا. نعم، لأن التقي يمنعه الاستعاذة بالله عز وجل، أما غير التقي وهو الفاجر فإنه يتجاوز حدود الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة لام كاف بريدة تقول: ما حكم ذهاب المرأة مع السائق الأجنبي بحضور كثير من النساء معها كما في الذهاب إلى المدارس أو غيره؟ إذا كان في داخل البلد والنساء معه كثير فلا مانع من أجل الحاجة وزوال الخلوة، إنما الممنوع أن تركب المرأة وحدها مع السائق، هذا هو الممنوع لأن هذا خلوة محرمة. أما إذا كان جماعة نساء مع سائق ويذهب بهن إلى المدارس إلى مسافة قريبة داخل البلد أو قريب من البلد، فهذا لا محذور فيه إن شاء الله من أجل الحاجة. نعم. الأخت جيم باء من الرياض تقول: حججت فرضي وفي أثناء الرجم رجمت لكن لم أتمكن من رمي الجمرة في الحوض بسبب الزحام، فهل علي إعادة حجي أم ماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا كان الحصى لم يقع في الحوض فإنه غير مجزي والرمي غير صحيح، وعلى من فعل ذلك أن يذبح فدية في مكة يوزعها على مساكين الحرم، وحجه صحيح إن شاء الله، لكن يذبح الفدية من باب الجبران، جبران ترك الواجب الرمي، وتكون هذه الفدية مما يجزي في الأضحية سنا وسلامة من العيوب وغير ذلك مما يخل بالأضحية، ولا يجزي ذبحها إلا في مكة وتوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. نعم. الأخت راء تقول: هل على المرأة العمياء واجب في تنظيف بيتها ونفسها لأجل زوجها وهي قد لا تستطيع لعلة العمى، وماذا عليها في ذلك؟ أفتونا مأجورين. نعم، يجب عليها ما تستطيعه، يجب عليها ما تستطيعه من أعمال البيت ومن التجمل لزوجها ولو كانت عمياء، وكثير من النساء العمياوات كن أحسن من المبصرات في هذه الأمور. نعم. لما يعطيهن الله جل وعلا من قوة الإدراك وقوة الحساسية، هن يحسن الأعمال مثل المبصرات أو أحسن، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فعليها أن تجتهد وأن تعود نفسها على هذه الأمور وتعتادها إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة فاء عبد الله من الرياض تقول: هل خروج الرطوبة من المرأة ناقض للوضوء ولو كانت تعلم أنه خارج من الرحم كالحامل مثلا؟ نعم، الخارج من السبيلين أيا كان نوعه ينقض الوضوء، فعليها إذا وجدت هذه الرطوبة أن تستنجي، تغسل المخرج، ثم إن كانت الرطوبة مستمرة فإنها تضع شيئا حافظا بعد الاستنجاء ثم تتوضأ وتصلي. نعم. السائلة لام واو تقول: ما حكم لبس البنطال للمرأة من أجل زوجها فقط وفي منزلها؟ أحسن الله إليكم. البنطال ليس من لباس النساء بل هو من لباس الرجال، ولما فيه من التشبه بالرجال ولما فيه من الفتنة، وإذا لبسته عند زوجها فإنها قد تلبسه وتتوسع فيه عند غير زوجها، فلا داعي للبس البنطال للمرأة بحال من الأحوال. نعم. وعليها أن تتجمل لزوجها غير البنطال. نعم. السائل عين ميم من البكيرية يقول: هل التقيؤ عزكم الله ينقض الوضوء ولو كان جبرا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم،
خروج القيء الكثير ينقض الوضوء لأنه استفراغ من المعدة وينقض الوضوء، ولورود الحديث بذلك ولو كان ذلك من غير اختيار الإنسان إنه ينقض الوضوء لأنه شيء خارج نجس من الجوف وينقض الوضوء، أما إذا كان شيئا يسيرا فإنه يعفى عنه. نعم. الحمد لله، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. في سؤال آخر للأخت عين لامراء تقول: ما حكم لبس السراويل القصيرة التي تبدي الفخذ للرجال، وما حكم مشاهدة من يلبسها، وهل يختلف حكم المشاهدة بين الرجل والمرأة؟ عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، الركبة داخلة في العورة، فإذا بدت الركبة أو شيء من الفخذ فقد بدأ شيء من العورة ولا يجوز النظر إليه، لأنه لا يجوز النظر إلى العورات. فإذا كان السراويل منحسرا عن الركبة فإنه لا يكون ساترا ولا تكون العورة مستورة، بل لا بد أن يكون ضافيا ما بين السرة إلى الركبة. فإن قصر فهذا مأثمة؟ فإن قصر فإنه بدأ شيء من عورته ولا يجوز النظر إليه ويؤثم بهذا؟ ويجب الإنكار عليه، نعم، لأنه غير ساتر لعورته. لأنه غير ساتر لعورته. نعم. حكم النظر إلى هذا يختلف من رجل إلى امرأة؟ لا يختلف، إلا أن النظر من عورة المرأة أشد فتنة. قصد أن يكون ناظر رجلا أو امرأة؟ من حيث التحريم الحكم سواء بالنسبة للرجل والمرأة، لا يجوز النظر إلى العورة سواء من رجل أو من امرأة، سواء كان الناظر رجلا أو امرأة، لأن الحرام حرام على الجميع. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان ضيف لقائنا هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أنتم، ونحن نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. وتقبلوا في الختام